شفت الايام يا همام، السيف بتاعي والخنجر بتاعك دفناهم في الجحر من كام سنه وما اتغيروش. الله يجازيك يا مناع، الله يجازيك. والله فكرتني بابوي. ابوه لو ما شاف الخنجر ده عجبه وقال لازم ياخده. قمت انا سرقته وجيت لك جري. قلت لك يا مناع شوف لي مكان ادس فيه الخنجر ده، مفيش مكان امان في بيتنا. بقول لك ايه يا همام، وانا لو ما كنتش اديتك الاماره كنت طمعت في فلوس ابوي انت وعمك؟ انا كنت هدسها في بيتي خوف من الفضيحه. لكن اقول ايه لاهل البلد؟ اقول ايه؟ اطلع المرحوم حرامي وافضح مرته وعياله الصغيرين من غير ذنب؟ عندك حق، ذنبهم العيال يتعاروا بعمله ابوهم. والحل ايه يا اخوي؟ لو نصبت المحكمه الراجل هيتفضح وهو ميت. ما تسيبوا الحساب ربنا. لكن ليه ابو الحمد كان بيقول ان الحجاب حجاب دياب؟ كذاب، لان حجاب دياب معمول من وبر الجمل، لكن الحجاب ده معمول من جلد المعزه. مش بعيد يكون حجاب نافع. لكن عمي له مصدقك، مصدقك يا همام. وكان قلبي حاسس ان ابو الحمد كذاب، كانه عايز يولعها نار ويخلص من دياب. اهو جاب الروحه، من بكره لازم نطرده. الشيطان ابن الشياطين اللي مخاوي شياطين، اللي كله اكل عيشه من ضحكه على النسوين بكلامه الماسخ. لكن مش شايف انه حاجه عجيبه انه نافع اللي بيعمل حجاب للسم والحسد يموت مسموم؟ ده للسم اللي بيتسجي مش للدغ التعبين. وبعدين ده حديث ماسخ انا ما بصدقهوش. طب انت عندك ابوي كان عامل حجاب زيه، ايه اللي نابه؟ مفيش واحد في البلد جسمه تسمم من الهباب اللي اسمه الافيون ده قده. خلاص انا حديك حجاب المرحوم وملهاش لازمه المحكمه، وانا حبقى سيطر على عيلتي. لك حق عرف في رقابتي وكلامك يمشي علي وعلى عيلتي كلها. نخواتي همام، نخوات، ويا ريتك تعرف كده زين.